هناك دعاء مهجور قليل من الناس من يعلمه وأقل من القليل من يطبقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه دائما لإزالة الهم والكرب، وعلمه للصحابة رضوان الله عنهم، فقال: إذا أصاب أحدكم هم فليقل الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وقال لأسماء رضي الله عنها: ألا أعلمك كلمات تقولينها إذا أصابك كرب؟ فذكر الحديث: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. أقصر دعاء لإزالة الهم، ومع ذلك قليل من يعلمه. وأنت بنشرك لهذا الحديث المهجور، كل ما طبقه إنسان فأزال الله همه بسببك يزيل الله همك، لأن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. فانشر هذا المقطع وفرج هموم الملايين.